ثانية مشاهدينا إلى اتصال عبر الهاتف مع براك الهندال عضو لجنة التخطيط والإشراف والتنسيق للاحتفال بمدينة الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2016. صباح الخير. صباح الخير أستاذي، الله يحفظك ويسلمك إن شاء الله. نعم، إلى ماذا انتهى اجتماعكم بالأمس أستاذ براك مع معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بخصوص الاحتفال بالكويت عاصمة الثقافة الإسلامية؟ بداية أشكركم على هذه الاستضافة، أصبح عليكم وعلى جميع الإخوان المستمعين والمشاهدين لهذا البرنامج الطيب. بالنسبة للاحتفال بمدينة الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية 2016، إن شاء الله تعالى بعد اعتماد سمو رئيس مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة العليا برئاسته وتشكيل أيضا لجان أخرى منها من ضمنها اللجنة التخطيط والإشراف والتنسيق برئاسة معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح. طبعا كان هناك عده اجتماعات، امس كان اخر اجتماع للجنه، والاخوان في امانه المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب قاموا بشوط كبير، بالاضافه الى جميع جهات الدوله ومؤسسات الدوله اللي مشاركه في هذه الفعاليه وجمعيات النفع العام. طبعا هنالك مجموعه من البرامج قدمت من فتره سابقه وتم دراستها ووضع دراسه لها، يعني النظر الى موضوعيه هذه المشاريع كبرامج كمؤتمرات كورش عمل، والحمد لله يعني استزنا طريق طويل، استزنا الحمد لله رب العالمين. عندنا ان شاء الله خطه طموحه راح تعرض ان شاء الله خلال سنه كامله محتوي تحتوي على ورش عمل ومعارض ومؤتمرات طبعا. نعم أستاذ براك الهندال، لو تحدثنا أكثر عن أبرز الإجراءات التي ستتخذ بمناسبة الاحتفال بمدينة الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية. أحسنت. طبعا بداية هو الآن تم اعتماد شعار المناسبة وتم تعميمه من قبل الإخوان في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على الجهات ومؤسسات الدولة حتى يكون هو الشعار الموجود على كافة المراسلات والمطبوعات الرسمية في الدولة، وتم ايضا التنسيق مع لجنه الثقافه والتربيه والعلوم الايسسكو في الرباط، وتم ترشيح السيد محمد العسعسي ضابط اتصال للتنسيق مع الجهه كونها هي الجهه المنظمه لهذه الاحتفاليه، وفي ايضا الكثير من الامور ان شاء الله تعالى نبشركم في الخير ان شاء الله تعالى. نعم، كل الشكر لك براك الهندال عضو لجنة التخطيط والإشراف والتنسيق للاحتفال بمدينة الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2016. شكرا جزيلا.